مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء في هذه الانطلاقات وهذه المنافسات من هنا من أرضية ميدان الشحانية، انطلاقة شوطنا الثالث عشر الذي ينطلق قبل لحظات في انطلاقات سن الكبار ومنافسات هذا السن. ننطلق ونسير مشاهدينا الكرام مع هذه الأسماء وهذه الدفعة الجديدة المشاركة معنا في شوطنا الثالث عشر. نتابع من خلال منافسات أيضا الكبار 8 كيلومترات أيضا حاملة لنا الندية والإثارة في هذه الانطلاقات الصباحية. أسير مشاهدينا الكرام وأتابع البداية والصدارة هناك وأول المراكز، أتابع الشحانية هنا مع البداية، محمد بن ناصر بن محمد البريد المري هنا مع أول المراكز يقدم لنا شعاره مع انطلاقة الشحانية وعلى أرضية ميدانها. ثاني المراكز متابعينا الكرام هنا القدوم من شواهين زيد بن سالم بن تخيل المري هنا يصل مع ثاني المراكز مع شواهين، وثالث الأسماء وصلت العاصمة محمد بن طالب بن عقيل النابت، ورابع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام القادمة في هذه اللحظات الذيبة محمد بن عبد الله بن جار الله بن علي النابت هنا ايضا قادم مع الذيبه مع رابع المراكز وخامس الاسماء. وتابع هناك القدوم من خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات، وصلت فزعه راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري. هكذا النداء متابعينا الكرام للخمس المراكز الاولى المسموحه لها بالاذاعه. اعود الى البدايه، اعود الى مقدمة الشوط هناك والبداية هناك من تحمل الرقم واحد الشحانية هناك على البداية وعلى الصدارة هناك أيضا منذ الانطلاقة محمد بن ناصر بن محمد البريدي المري هنا يقدم الشحانية في هذا الانطلاق الأول على البداية وعلى الصدارة. وثاني الأسماء هنا شواهين زيد بن سالم المري هنا قادم أيضا مع انطلاقة شواهين مع ثاني المراكز، وثالث الأسماء مشاهدين الكرام متابع وصول العاصمة هنا تصل وتنطلق بشعار بن عقيل محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا أيضا ينطلق بشعاره وانطلاقة العاصمة مع ثالث المراكز ورابع الأسماء. رابع المراكز هنا الذيبة مشاهدينا الكرام على رابع المراكز محمد بن عبد الله بن جار الله بن علي النابت هنا ايضا ينطلق مع الذيبة في هذه اللحظات مع رابع المراكز، وخامس الاسماء فزعة لراشد بن سالم بن علي بن دوحة المري. ندان الثاني للخمس المراكز الاولى مشاهدينا متابعينا الكرام، منافسات ايضا الكبار، منافسات الكبار ايضا في هذه الانطلاقات وهذه المنافسات محلي أيضا. الثامن هنا يشهد أيضا انطلاقة فترته الثانية وأسبوعه الخاص بسن الكبار في هذا اليوم، أيضا يسدى الستار عن ختامي أيضا وانطلاقات هذا المحلي. الثامن في المساء بإذن الله تعالى سوف نشاهد انطلاقات أيضا أشواط الخاصة بأصحاب السمو والشيوخ والسعادة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر هذا اليوم. إذا مشاهدينا الكرام نعود من حيث بدأنا هناك مع البداية، مع البداية والشحانية هناك على البداية على مقدمة الشوط محمد بن ناصر بن محمد البريد المري هنا أيضا يقدم أبو ناصر أيضا انطلاقة الشحانية مع البداية والصدارة ومقدمة الشوط، ولكن شواهين قادمة زيد بن سالم المري هنا أيضا ينطلق مع شواهين مع ثاني المراكز، ولكن وصلت العاصمة قادمة أيضا في ثالث المراكز محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا أيضا قادم بانطلاقة العاصمة مع ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، ثلاثية على البداية هنا وانطلاق ثلاثي من خلال تواجد هذه الأسماء الشحانية وشواهين والعاصمة، ولكن تنضم هنا وتنطلق في رابع المراكز
الذيبة، محمد بن عبد الله بن جار الله بن عبد الله بن جار الله بن علي النابت، هنا أيضا يقدم شعاره مع انطلاقة رابع المراكز مع الذيبة، مع الذيبة وخامس الأسماء، هنا أيضا فزعة على خامس المراكز راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري، هنا أيضا ينطلق مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الثالث لمنافسة شوطنا الثالث عشر، شوط ما قبل الختام، نتابع أيضا هذا الشوط ومجرياته ومنافساته، ولكن هناك أسماء على الصدارة، ثلاثية على الصدارة على مقدمة الشوط. العاصمة هنا مع انتصاف المسافة غيرت منطلقة محمد بن طالب بن عقيل النابت، أيضا ترشيح مطلق العنزي هنا على العاصمة، هنا أيضا نتابع العاصمة أيضا وانطلاقها مع مقدمة الشوط والصدارة، ولكن الشحانية محمد بن ناصر بن محمد البريدي المري، وأيضا شواهين هنا قادمة مع ثالث المراكز. مشاهدين الكرام، زيد بن سالم بن تخيل المري هنا أيضا قادم مع انطلاقة شواهين، ثلاثية على البداية على مقدمة الشوط. الله على هذه الأسماء المنطلقة والمنفردة عن بقية المراكز، ولكن نتابع الاسم القادم في هذه اللحظات، الوصول من الذيبة محمد بن عبد الله بن جار الله النابت، هنا أيضا يقدم الذيبة، وصلت أيضا في خامس المراكز شواهين بخيت بن سالم بن محمد البحيح المري، تنضم إلى ركب الصدارة هنا وتنطلق شواهين مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن أسماء أيضا ما حان دخولها وتواجدها في الإذاعة والنداء، ولكن أعود هناك مع البداية الثلاثية، هناك انطلاق ثلاثي بقيادة العاصمة هناك على مقدمة الشوط وعلى الصدارة العاصمة، هناك وشعار بن عقيل، هناك من يفرض أيضا هذا التواجد والانطلاق على البداية، محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا مع العاصمة على مقدمة الشوط. الله، العاصمة بكل أريحية وبكل أداء، وأيضا تنطلق هناك مع البداية ومع الصدارة، ولكن أيضا الشحانية هنا متواجدة مع ثاني المراكز، وتلازم أيضا هناك العاصمة مع البداية مع مقدمة الشوط محمد بن ناصر بن محمد البريدي المري، ولكن شواهين زيد بن سالم بتخيل المري هنا يصل مع ثالث المراكز، تراقب شواهين الموقف هناك من خلال تواجدها في رابع المراكز، ولكن الأسماء القادمة هنا أتابع شواهين بخيت بن سالم البحيح المري مع رابع المراكز، والذيبة مع خامس المراكز، محمد بن عبد الله بن جار الله بن علي النابت هنا أيضا يتواجد مع خامس المراكز، ولكن أيضا أتابع أيضا هناك الأسماء القادمة في هذه اللحظات. الله، أتابع أيضا أسماء قادمة في هذا الانطلاق في هذه المنافسة، ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى مقدمة الشوط، العاصمة هناك على البداية على الصدارة. بدأنا بالاقتراب هناك أيضا العاصمة ومقدمة الشوط. الله، يا العاصمة هناك على البداية، محمد بن طالب بن عقيل النابت ايضا مع انطلاقه العاصمه كما تشاهدونها متابعينا الكرام من الجانب الاخر، ولكن شواهين او الشحانيه هنا قادمه، الشحانيه قادمه، محمد بن ناصر بن محمد البريدي المري هنا قادم 2 كيلومتر ما تبقى عن خط النهاية. الله الله الله، يا العاصمة والشحانية انطلاق ثنائي على البداية وعلى الصدارة، ولكن شوف الأسماء قادمة هنا، وتابع شواهين أيضا قادمة في هذه اللحظات مع ثالث المراكز. مشاهدينا الكرام، زيد بن سالم بتخيل المري، ولكن القادمة هنا
الامانه وصلت غزلان محمد بن حمد بن عتيق البريدي المري. انطلقت غزلان قادمه مع رابع المراكز خامس الاسماء الذيبه محمد بن عبد الله بن علي النابث، هنا ايضا يصل مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام وصلت الاسماء وصلت الشعارات، ولكن الله الصداره الله يا مقدمه الشوط. هنا بدانا بالاقتراب العاصمه والشحانيه، وايضا هناك شواهين تتابع الموقف. الله العاصمه الله يا بن عقيل ركز هناك مع البدايه مع الصداره مع مقدمه الشوط. اشوف الاسماء اشوف التحركات، ولكن العاصمه مع البدايه مع مقدمه الشوط. محمد بطالب بن عقيل النابت مع الصداره مع البدايه، ايضا شواهين قادمه والشحانيه هناك من الجانب الاخر. محمد بن ناصر بن محمد البريدي المري، ولكن شواهين قادمه. زيد بن سالم المري وصول ايضا هناك من شواهين. بخيت بن سالم بن محمد البحيح وصلت ايضا هنا، وتابع غزلون الله بدا الانطلاق مع الكيلو الاخير مع الكيلو الخطير. روح يا بن عقيل هناك مع العاصمه على مقدمة الشوط وعلى الصدارة على مقدمة الشوط. العاصمة إلى هذه اللحظات مع الناموس مع الانتصار. الله يا العاصمة محمد بن طالب بن عقيل النابت، ولكن غزلان قادمة مع ثاني المراكز محمد بن حمد بن عتيق البريدي المري. شواهين مع ثالث المراكز زيد بن سالم المري، ولكن العاصمة مع البداية مع الصدارة. الله العاصمة هنا مع لحظات ايضا الفوز والانتصار. العاصمة ولكن غزلان قادمة. العاصمة غزلون الله منافسة ثنائية، ولكن العاصمة غادرت. العاصمة انطلقت العاصمة بناموس هذا الشوط هنا مع اشعار بن عقيل هنا مع هذه اللحظات، ولكن غزلان تشكل الخطورة. غزلون والعاصمة اللحظات الأخيرة المنافسة الأخيرة خط النهاية. غزلان العاصمة هنا ايضا العاصمة شعار بن عقيل يخطف هذا الناموس هنا مع العاصمة. وترشيحك يا ابو سعد هنا مع العاصمة، تهانينا والناموس لمالك العاصمة على هذا الفوز. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل النابت على هذا الفوز. ثاني المراكز كان الوصول من شواهين زيد بن سالم المري، وثالث المراكز كانت غزلان لمحمد بن حمد بن عتيق البريد المري، وخامس رابع المراكز كان الوصول من شملولة حسين بن علي بن محمد القرشي، وخامس المراكز كان الوصول من شواهين بخيت بن سالم بن محمد البحيح المري. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. تهانينا والناموس لمالك العاصمة بن عقيل أيضا من قدم العاصمة في هذا الانطلاق القوي والمميز. نتابع أيضا العاصمة ولحظة وصولها إلى خط النهاية، معلنا الفوز والناموس وتوقيتها الزمني 13 دقيقة 5 ثواني 6 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل النابت. ثاني المراكز وصلت شواهين 13 دقيقة 6 ثواني وثلاث أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لزيد بن سالم المري. وثالث المراكز غزلان وصلت وتوقيتها 13 دقيقة 6 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن عتيق البريدي المري.